تاكل دوقو تاعنا كوري ياك غير الزرع على هادو زرع ديال الخبز ما تكونش حتى زعما شي حاجه اخرى لا لا هذا 120 هذا هو الشر بي فينا هو الحمد لله هذه شويه الحمد لله مرحبا مزيان اشنو سميتها اخت ديالك اسميت اخت ديالك حفصه ما عرفتش بزاف تبارك الله موجوده شحال كدير هاد الدراسه 20 لا والله الا راه نسيتكم انا شي بلاصه اخرى شيتو ب 25 اشنو مازال كاين الحنطه الصوف شحال هادي 40 40 هذيك وهذيك اخرى هذه هذه اخرى هذه سهله ها هذه سهله بالطحال ها هي تبارك الله نفس النهار الشمس راه كاينه قويه ما شاء الله ولكن شوفوا واحد العدو شوفوا لقيتها متلبسه هنايا كاينه وحده ها هي غنحيدها المهم غنقيها راه باقي منقيها ها وحده اخرى ثاني ها انتما شفتوا عاد غنقيها بزاف الاسئله كتجي راه تغسلتها ولقيت حبه تاع القمح ما هادشي الخيط كيطلع الفوق اللي خاوي واللي يشوفوا كي دايرين والمزيانين كيبقاو تحت هنا الفوق شفتوا تبارك الله نقيه ماشي فيها شي حاجه المهم كنشلوها هو قال لي ما فيهاش الدواء مولاها ولكن قال لي اللي شريتها من عنده الله اعلم واش عنده واش فيها الدواء ولا لا قال لي باش تحيدي الشك غسليها شليها ايوا الشمس موجوده الحمد لله هنا في المغرب قبل ما نمشي خفت نمشي تما الشمس تمشي اللهم هنايا السطح موجود وتمين المهم انت تما الجردة ولكن خفت الشمس اللي ما تكونش هانتم اوبس هذيك حلا سطحيا صافي غنسكرها وغندير هاد الشمش وهي طلعت هاد الشمش تبارك الله ما شاء الله هانتوما شميشة موجودة وهنايا خصني غدا نصيفطها على الله تنشف ليا اليوم عاد سمعت بان غدا خصني خاصها تكون موجوده خاصها غدا غادي ينطلق السيد اللي غادي يوصلها ليا ايوا ان شاء الله تنشف هاي تبارك الله نفس النهار
الشمس راه كاينه قويه ما شاء الله، ولكن شوفوا واحد العدو، شوفوا لقيتها متلبسه هنايا، كاينه وحده ها هي غنحيدها. المهم غنقيها، راه باقا منقيها. ها وحده اخرى ثاني، ها انتما شفتوا، عاد غنقيها. بزاف الاسئله كتجي، راه تغسلتها ولقيت حبات عرقه، ماشي مشكل، انا زولتها دابا صافي، الدنيا هانيه. كون طحنات معاها غتقدر تسبب شي مشكل. ها انتما ها وحده اخرى، هذه يمكن فرينه، اما مادام بقى حبه راه ما دارتش شي تلوث. ها وحده اخرى ثاني شفتوا، صحيحه هاتي نصورها، ومازال لقيت شعيره بلا صخره، اذا ها القمح ها الشعير ها الفرينه، ما كاينش حتى شي تاثير. حبه كنزولوها كامله، مازال غادي نقيها كليكم دابا، غير كنقلب فيها، كنقلبها زعما باش ها نتوما مازال حبات اخرين. ها شفتوا، مازال غادي نقيها ان شاء الله صافي، وغادي تطحن، غنطحن شويه بشويه. حتى مولاها قال لي ايه محتفظي بها في الثلاجه، واخا راني ما خديتش كميه كثيره، خديت غير 5 كيلو، او في المجمد، او ما طحنوش كل شيء. هو قال لي واخا حبوب ديريها في الثلاجه، انا قلت لا حبوب زعما كتصبر اكثر، ولكن هو قال لي لا من الاحسن ديريها في الثلاجه. السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ مرحبا بالجميع، مرحبا بالمتتبعين القدام والجدد. القناه راها متنوعه، بديت معكم الفيديو بلا مقدمه للاسف، ماشي للاسف ولكن فريد مهم من نوع اخر. علاش؟ حيت ذكرت بعض الاثمنه في الاول، وبديت سبونتان كنصور، كان الناس كيتقداو هذا، ما ذكرش لكم، كنت غنديرها في العنوان باش المهم ما تبقاش تجي بزاف الاسئله. هذه الرحبه ديال الزرع ديال دكازا، الدار البيضاء، درب السلطان، راها معروفه، راني مصوره معكم فيديو اخر فيه الموقع وفيه رقم التليفون، غنقدر ننزلو اما في صندوق الوصف او في التعليق. هاد الدرا شريتها ب 8 دراهم الكيلو، قال لي بلديه، انا كنصحها بلديه دائما كتكون رقيقه، كيقول اكد ليا، قال لي لا راها بلديه، قال لي راه حتى البلديه كتكون غليظه. الاثمنه الاولى راني شاركت معكم، قلت لكم سبونتان، كنت كنهضر عادي، ولكن خليت الفيديو ماشي مشكل. تلاقيت مع شي ناس اللي متتبعين عرفوني من الصوت ديالي تلاقيت بزاف الحمد لله، كنتلاقى بزاف الناس كيسمعوني كيقول لي انت يا الحمد لله، مرحبا بالجميع. كما قلت لكم نسيت هذاك الشهر، ولكن كنت شاركته معكم حيت هادشي داز في المغرب، ودابا يلاه كننزل داكشي ديال المغرب. هذا قلت لكم جديد الشهر، وكنت شاركته معكم في الجروبات وفي ديال الواتساب، شاركته في انستغرام، شاركته في كل شيء، نسيت على الثمن ديالو. قال لي جديد ديال الحلويات، وهذا انا بقى عمري ما تلاقيت به كنظن هنايا. المهم تما اول مره شفته عند هاد السيد، كما شفتوا راه هضرت عادي، قلت ليه انا شريت الضرب كثر. المهم الاحتفاظ بها، هو قال لي ديريها في المجمد او الثلاجه، قال لي الثلاجه. انا حيت جبت معايا ديال بو انميل، وراني مشاركه معكم الفيديوهات، هي دره زوينه مطحونه، اللي بغا ما بغاش العاده، ما بغاش يشمش ولا ينقي ولا اللي يجيب القياس او ما عندوش طحونه، راه كاينه هذيك الدره زوينه حتى هي. هاد السيد راه عنده تبارك الله جميع الحبوب الا المقارونيه بالاشكال والالوان والانواع، الحبوب طبيعيه، الحلويات، المهم عنده كلشي، داكشي تبارك الله زوين، المكسرات، داكشي الزرارع ديال الخبز. رقم التليفون قلت لكم الفيديو الاول غنخليه لكم، كنظن قلت كلشي. المهم اللي جبتها غسلتها نشفتها في ساعه تبارك الله سمحوا لي، ملي جيت راني درتها في المجمد حيت باقا ما محتاجاهاش دابا. اذا كان هذا هو الفيديو، نتمنى ينال اعجابكم،
وخليوا لي في التعليق أراءكم، والسلام عليكم.